أفعال هذا الباب أكثرها يليد تاما مكتفيا بمرفوعه. يقال فعل ناقص وفعل تام. الفعل الناقص هو الذي لا يتم معناه إلا بالمنصوب، والتام هو الذي يتم معناه بالمرفوع ولا يفتقر إلى منصوب في الغالب. قد يكون المنصوب لا بد من تمام كلامه، نحو من ضربت تقول ضربت سيدا، لا يصح تقول ضربت. المنصوب هنا لا يصح الكلام لأنه جاء جوابا أو جاء بعد حصل، وسوف يأتي هذا في تعدي الفعل ولزومه أو في غير ما الأبواب. قال وذو تمام ما ذرى من يكتب. قال الله سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرت إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة حضر أو وجد، كان هنا تام اكتفت بمرفوعها. قال الله سبحانه وتعالى فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون، أي تدخلون في الصباح أو المساء، وتقول العرب ظل اليوم أي دام ظله، تام ليس لها خبر. وبات زيد، ويقولون كان الغني اليتيم أي كفله، كان هنا تام اليتيم علم به والفعل فضل. يختلف نعم حيث أنا تجد أحيانا الكلمة الواحدة بعض العرب جعلها تام وبعضها جعلها ناقصة. عندك في القرآن الكريم إن الله لا يظلم من قال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفها، خلاص ورش خلاص صغير، وإن تكو حسنة يضاعفها أي توجد حسنة. يا بني إنها إن تكو من قال حبة من خردل تام كثيرة مرفوعها، لكن من قال إن تكو من قال حبة قدر في كان ضميرا هو اسمها، وإن قال جعلها منصوبة. إن ظاهر من قال الله وإن تكو حسنة قدر في تكو ضميرا وحسنة نصب على الأخر. واضح في المعنى، المعنى يختلف. وإن كان ذو عسرة معنى إذا حضر ذو عسرة، كان المحسن اليتيمة معنى كفله، تأتي كمثال كفله. وذو تمام ما درى من يبتلي وما سوى التام ناقص. قال بعضهم أن سمي ناقصا لأن معناه لا يتم إلا بالمنصوب لا يتم بالمرفوع، وقال بعضهم سمي ناقصا لنقص دلالته فإنه لا يدل إلا على الزمن لا يدل على الحدث. تقول كان زيد عالما، لا تقول كان زيد عالما كونا، وتسأل تقول ضرب زيد عمرا ضربا، قال يدل على الزمن إلى الحدث، ماذا نقصه؟ والرجح الأول أن النقص أن معناه لا يتم إلا بالمنصوب. أنا أقول إيه وما سواه ناقص، فتي ليس زال هذه الثلاثة ولا يقول نقصا، لا تأتي تامة أبدا، لا تقول ليس زيد وتسكت، ولا يزال زيد محبا لك، لا تكتفي زال وانفك كذلك. والنقص في فتي ليس زال، ليس زال النقص في فتي وليس زال. نعم دائما قلت العامل هو الفعل الناسخ له مرفوع ومنصوب، وأحيانا يأتي بعده معمول الخبر. مثال تقول كان زيد قارئا كتابك، كان العامل وزيد اسمها وقارئا خبرها، وكتابك معمول الخبر لأن قارئا بمثابة يقرأ، كما أن يقرأ وتنصب الفعل كذلك قارئ. لا تقول فيها تركيب كان كتابك زيد قارئا، لا تأتي بمعمول الخبر وتجعله بجانب الأداة بجانب الناسخ. قالوا لأن معمول المعمول ليس معمولا للعامل فهو أجنبي، معمول قارئا ليس معمولا لكان. واضح؟ فإن وجد في كلام العربي ما ظاهره أن معمول الخبر جاء بجانب العامل إنه ضمير الشأن وجعل اسما لكان وجعل بقية التركيب في محل نصب خبرا لكان. واضح؟ مثال ذلك قول الفرزدق رحمه الله تعالى قنافذ هداجون حول بيوتهم بما كان ايام عطيه عود خبر، وايام معموله وجاء المعمول بجانب كان، فنقدر نصب الى كان هو اي الشان عطيه عود ايام او ايام عطيه عود. الاخر يقول وليس كل النواة تلقي المساكين، على ان اصل التركيب وليس المساكين تلقي كل النواة، فقد جاء معمول الخبر وهو تلقي، والمعمول كل النواة جاء بجانب الأداة وليس كل النواة المساكن، نقدر ضمن الشأن وليس هو الشأن والحال أن المساكن تلقي كل النواة. واضح؟
أنا قولي هو راي ومضمر الشان اسمان إنه يوم وقع مهم. قالوا مضمر الشان، مضمر الشان ضمير الشان ضمير حالف خالف القياس من خمسة أوجه، خمسة أوجه أنه يعود على متأخر، وأن مفسره جملة يذكر جانبها، وأنه يلازم الإفراد على التركير بنية قصة أو الشان، والتركير قصة أو الحالة أو الحالي، وتركير الشان، وأنه لا يعمل فيه إلا الابتداء أو نواسخه، وأنه لا يتبع، لا يتبع، لا يطاف عليه ولا يؤكد، خالف القياس بخمسة أوجه. أضرب الشان فنقول ومضمر الشان اسم لنويه وقع مهم وما استبان أنه تنعتبر. أحيانا لا بد من نية، لا بد من نية شيء. قال الشاعر إذا مت كان الناس صنفان شامت وآخر مثل بالذي كنت أصنعه. كان الناس، لابد أن تقول كان هو، الناس قسمان، الناس مبتدا وقسمان خبره، والجملة نصب خبر ضمير الشان الذي حذفته. أنا أقول أحسنت الله تعالى نسيتها، المهم جدا. ولا العامل أمامه الخبر لا يرى فلا ترى عرجا، أو ظرف الحرف ظرف الجار المجرور إذا كان معمولا للخبر لا حرج في تقديمهما. فتقول كان في الدار زيد جالسا، كان خلف الدار عمر واقف، لا حرج في هذا. قال ابن مسعود رحمه الله العرب لا تعد الظرف والجار والمجرور شيئا، وقال بعضهم يتوسعون في الظروف والمجرورات ما لا يتوسعون في غيرها. يقدمونها ويؤخرونها. تقول إن زيدا عالم، وتقول إن زيدا في الدار، وتقول إن في الدار زيدا، ولا تقول إن عالم زيدا. لما كان الخبر ظرفا أو جار ومجرور قدمته على اسمه إن، ولا يسوغ ذلك في غيره.